طلابنا الحلوين، اليوم عدنا رسم الأشكال الهندسية المستوية للصف الثالث الابتدائي. طبعا أول شيء أني راح أجي على فقرة تتعلم. وضع مصطفى 4 نقاط حمراء على شبكة مربعات. ما الشكل الذي يحصل عليه مصطفى إذا رسم 4 قطع مستقيمة بين كل نقطتين متجاورتين؟ طبعا هاي القطع المستقيمة اللي احنا راح يرسمها مصطفى، يعني يوصل بين النقاط الموجودة على الشبكة، راح يطلع لنا هذا الشكل، هو شكل المستطيل. زين، هو يريد يحسب المحيط مالته، 1 2 3، طبعا هنا 3 وهنا 1 2 3 4 5، هنا 5 وهنا أيضا نفس الحالة، 3 هنا 5. طبعا نجمعها راح يطلع لنا 3 و5 8 و3 و5 8 8 و8 16، راح يطلع لنا 16. هاي شنو؟ هاي محيط المستطيل. زين، نجي على فقرة أتأكد. أوصل بين النقاط الحمراء المتجاورة ثم أكتب اسم الشكل الهندسي. راح نوصل ومن ثم نكتب الشكل الهندسي. هذا وصلتها، رسمت قطع مستقيمة. طبعا هنا الشكل طلع مربع مربع، طلع لي هذا الشكل مربع. زين، نوصل هنا هذا الشكل مستطيل. عندنا هذا مربع، هذا الشكل طلع لي مستطيل. هذا الشكل مثلث. نعم، أجد محيط الشكل. طبعا هنا أنا هو راسم لي هذا الشكل، يريد محيطه. راح أجي أباوع المحيط، شلون أحسبه؟ 1 2 3، عندي هنا 3، 1 2 3، أيضا هنا عندي 3، وأكيد هنا 3 وهنا 3. من أجي أجمع أقول 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 وحدات، هذا يكون هين يطلع لي 12. هنا 1 2، هنا 2 طبعا أكيد هنا 2، 1 2 3 4، هنا 4 وهنا أم أكيد 4، إذا 2 زائد 4 زائد 2 زائد 4 ويساوي أيضا 12. هنا شلون نحسبها؟ 2 زائد 3 زائد 2 زائد 3 ويساوي لي 10 سنتيمتر. زين، نجي أوصل بين النقاط الحمراء المتجاور ثم أجد المحيط. هنا راح أوصل وصلت، هسه راح أجد المحيط. 1 2 3، طبعا هنا عندي 3 وهنا عندي 2 وهنا عندي 3 وهنا عندي 2، راح يطلع لي 3 زائد 2 زائد 3 زائد 2 ويساوي لي 10 سنتيمتر. هذا المحيط مال المستطيل. زين، عندي هنا أوصل أول مرة، اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين، اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين ويساوي لي 8.
أيضا هنا 2 زائد 1 2 3 4 5 زائد 2 زائد 5، 2 زائد 5 زائد 2 زائد 5 يساوي لي 14. زين عيني، هسه نجي هنا يقول اجد محيط الشكل. طبعا محيط الشكل عندنا هنا 4 زائد 3 زائد 4 زائد 3، 4 زائد 3 زائد 4 زائد 3، طبعا هذا المستطيل وراح يطلع لي 14 سنتيمتر. هنا 4 زائد 2 زائد 4 زائد 2 ويساوي لي 12 سنتيمتر. بالنسبة هاي رسم الشكل الهندسي. نجي هنا على قياس المساحة، يقول رسم جبار شكلا هندسيا على شبكة المربعات. زين عيني، قياس المساحة، طبعا رسم جبار شكلا هندسيا على شبكة مربعات، كيف اجد مساحة الشكل؟ هنا شلون اعرف المساحة؟ احسب 1 2 3 4 5 6، عندي هنا تطلع لي المساحة هي 6، عبارة عن 6 وحدات مربعة. زين، اشوف الوحدات الملونة شقد واحسبها، انا اعرف بوقتها المساحة. طبعا اذا كان المربع كامل الملون يسموه وحدة مربع هاي كاملة، اما اذا هيك يكون نصف وحدة مربع، وهذا ايضا يعتبر نصف وحدة مربع اذا كان بهذا الشكل. زين عيني، يقول اجد مساحة الشكل المظلل. طبعا هنا نعد المربعات الكاملة 1 2 3 4، خوش حكي، هاي عرفناها انه هاي مربعات كاملة، وحدة مربع كاملة، لكن عندنا هنا نصف وهنا نصف تعتبر مربع واحد، اذا هنا 4 وهذا نص ونص يصير مربع كامل، يعتبر عندي هنا 5 مربعات. نجي الى فقرة اتأكد اجد مساحة الشكل. شلون اعرف مساحة الشكل؟ احسب المربعات الملونة 1 2 3 4 5، هنا عندي 5. زين عيني، شلون اعرف؟ عن طريق احسب مربعات الشكل الملون، احسب مربعات الشكل الملون، وبذاك بوقتها اني راح اعرف شلون اسويها. زين، عندي هنا انا ايش كم وحدة؟ 5 وحدات اكتب مربعة، 5 وحدات مربعة. زين، نجي هنا نحسب الكاملة أول مرة، 1 2 3 4، 4 كاملة، وهنا نص ونص راح يصيرها مربع كامل، راح يصير 5، وهنا أيضا مربع كامل، ليش؟ لأن النص ويا النص راح يصير مربع، صحيح؟ فيعتبر عندنا هنا 6 وحدات كام مربعة. زين، نجي هنا ناخ أول شيء أحسب أنا الكاملة اللي ملونة تلوين كامل، 1 2 3 4 5 6، وعدي هنا نص ونص راح يصير عدي 7 وحدات. زين، أجي هنا أيضا نفس الحالة، أحسب أول مرة الكاملات، 1 2 3 4 5 6، 6، وهنا تعتبر وحدة 7، وهنا وحدة 8، إذن 8 وحدات مربعة. خوش، نجي على الشكل المجاور إليه. الشكل المجاور إليه، خلينا نجي نحسب الوحدات الكاملة أول مرة، 1 2 3 4 5 6، 6، وهنا نص ونص يعتبر وحدة 7، إذا هنا 7 وحدات مربعة. هسه نجي هنا 1 2 3 4 5، 5 5 عندي هنا، 6 7، 7 وحدات. جيد، يقول ألون لأكون شكلا حسب المساحة المعطاة، يريد عدي مني 6، ألون 6، 1 2 3 4 5
ستة أني لونت طلع لي بهذا الشكل. زين هنا تسعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، لونت طلع لي بهذا الشكل. زين هنا ايش قد يريد؟ 13، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12، وألون واحد صفح سأدي 13 فيكون بهذا الشكل. زين يقول يبين الشكل المجاور بركة سباحة يحيط بها ممر، أجد مساحة بركة السباحة ومساحة الممر. طبعا هنا أنا شلون أعرف بركة السباحة ومساحة الممر؟ أول شيء أنا أريد أعرف الملونة أحسبها، واحد اثنين ثلاثة أربعة، عندي هنا أربعة وخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 31 33 32. عندنا 32 هاي المساحة أول مرة عندنا مال بركة السباحة 32. زين عيني وحدة. أما هاي شلون أحسبها؟ 1 2 3 4 5 6 6، هنا 6، وواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، فستة نجمعها شقد؟ 10 مرات، فتطلع عندي مساحة الممر، مساحة الممر تساوي 60 وحدة. 60 وحدة لو نجي نحسبها، لو نجي نحسب هاي المربعات البيض تطلع لي للأخير إذا نحسبها 60 وحدة. أما بركة السباحة 32 وحدة. زين شكرا لكم طلابنا، مع أمنياتي لكم الموفقين.